أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا مولانا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ينفه سليمان فهمنا، اللهم يعلم آدم علمنا، وبعد. ما زلنا بتوفيق الله ومنه سبحانه وتعالى مع كتاب الورقات لإمام الحرمين سيدي عبد الملك بن عبد الله الطائي النيسابوري الشافعي الجويني، المتوفى سنة 78 بعد 174 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد اعتمدنا على شرح العلامة الأصولي سيدي تاج الدين بن فركاح المصري الشافعي، المتوفى سنة 90 بعد 106. وكنا قد وصلنا إلى تعريف الحقيقة والمجاز، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وقلنا أن الحقيقة ما بقي على موضعه، وقال بعض العلماء ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة في الوضع الأول، قد تكلمنا عن هذا. اليوم قال الجويني رحمة الله عليه وعرفنا المجاز، قال: والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. المجاز هو ما تجوز به عن موضوعه. المجاز قال ابن فركاح مقابل للحقيقة. إذن عندنا اصطلاحان: اصطلاح الحقيقة وعندنا اصطلاح المجاز. وقلنا الحقيقة تنقسم على كرأي بعض الأصوليين إلى حقيقة لغوية، وإلى حقيقة عرفية، وإلى حقيقة شرعية، ويقابلها مجاز لغوي لقابل الحقيقة اللغوية، ومجاز عرفي ومجاز شرعي. نعم. إذن المجاز مقابل الحقيقة، وله رسمان مقابلان للرسمين المذكورين في الحقيقة. وقد عرفنا ما هو الرسم. الرسم هو أن نعرف الشيء بلازمه، نعرف الشيء بلازمه. وضربنا لذلك مثالا، فإن كان تقول أعرف الإنسان، تقول الإنسان هو الضاحك، وهذا لم يلازم له لأنه خاص بالإنسان. لكن إذا أردت أن تحدد الإنسان تقول هو حيوان ناطق عاقل. نعم. وله رسمان مقابلان للرسمين المذكورين في الحقيقة. فمن قال في الحقيقة هي ما بقي على موضوعه، يعني ما استعمل في الموضع الأول، لما أطلق الأسد أطلق على ذلك الحيوان العظيم الملك الحيوانات المفترس الذي تهابه كل الحيوانات المعروف، هذا الوضع الأول. إذن في المجاز هو مستعمل في غير موضوعه الأول، مستعمل في غير موضوعه الأول يسمى مجاز. مستعمل في غير موضوعه الأول يسمى مجاز. كأن تقول جاء أسد فحدثني، أسد يعني رجل عاقل ليس من جنس البهائم والحيوانات، ولكن يملك صفات الأسد من القوة والصلابة والإقبال، وهكذا. نعم. وقال في المجاز مستعمل في غير موضوعه الأول. إذن علم من قال من العلماء بأن الحقيقة هو ما بقي على موضوعه الأول، بالمقابل المجاز وما لم يبقى على موضوعه الأول. ومن قال من العلماء مستعمل فيه مصطلح عليه من المخاطبة، مستعمل في المخاطبة بين الناس، الجاري في استعماله في الاستعمالات، الجاري في الاستعمالات. فقالوا في تعريف المجاز هو ما استعمل في غير مصطلح عليه في تلك المخاطبة، فاقتصر في الكتاب على أحد الرسمين اكتفاء بما تقدم في الحقيقة. إذن عندنا الحقيقة يقابلها، إذا عرفنا الحقيقة ومستعمل في الوضع الأول نقول المجاز ما استعمل في غير موضعه الأول. إذا قلنا ما استعمل في مصطلح عليه في المخاطبة نقول المجاز ما لم يستعمل في مصطلح عليه في المخاطبة. نعم. إذا نقتصر على هذين الرسمين. نعم.
والمجاز في اللغة العربية هو الطريق والمسار والمسلك، من جاز جوازا إذا انتقل من مكان إلى آخر. المجاز هو انتقال من نقطة إلى نقطة، إذا يسمى الطريق مجاز لأنه يجوزك إلى مقصودك من نقطة إلى نقطة، من موقع إلى موقع، إذا انتقل من مكان إلى آخر. نعم، هكذا ورد في لسان العرب. إذن قال الشيخ اكتفاء بما تقدم في الحقيقة، فإن حكم المجاز مبني على حكم الحقيقة. حكم المجاز مبني على حكم الحقيقة، عرفنا الحقيقة نعرف المجاز. والمجاز مشتق من الجواز، من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان. تجوزناه من الموضوع الأول بصلح عليه في الموضوع الأول إلى 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 استعمال ثاني كالأسد وغيره. نعم، كأن اللفظ الذي له حقيقة ومجاز جاز، أي تعدى من الحقيقة إلى المجاز، هذا الموضوع الأول فجاز. تقول جاز في اللغة العامية عندنا، تقول جاز إنه مر من جاز عليا، جاز عليا مرة، إنه مر من موضوع أول إلى موضوع ثاني، هذا المقصود جاز. نعم، مرة. كأن اللفظ الذي له حقيقة ومجاز جاز، أي تعدى من الحقيقة إلى المجاز. وأصله مجوز على مفعل، لأنه من جاز يجوز، فقلبت الواو ألفا فصار مجازا، أصله مجوزا، مجوزا فصار مجازا. نعم، والحقيقة. ثم قال الجويني رحمة الله عليه والحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية. إذا تنقسم الحقيقة إلى حقيقة لغوية، أي ما استعمل في اللغة الأولى، اشتقاق اللغوي. نضرب بذلك مثالا، نقول مثلا الدابة، كل ما يدب على الأرض في اللغة يسمى دابة، لذلك ربنا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دابة كل ما يدب، كل ما يمشي على الأرض، كل حشرة دابة والحيوان دابة والإنسان دابة، كل دابة من حيث اللغة. العرف الدواب، أي البهائم في العرف، الدواب دابة هي البهيمة، بهيمة تمشي على أربع، كم يمشي على أربع يسمى نعم. إذا نقول هذه حقيقة لغوية وهذه حقيقة عرفية. وكنا فيما سبق في الدروس الماضية ذكرنا أنه هناك من قسم العرفية إلى قسمين، عرف عام وعرف خاص. عرف عام أي عرف عام عند كل العرب، عرف خاص قد يكون عرف خاص ببعض أنحاء العرب، ببعض قبائل العرب، ببعض جهات العرب. واضح الصورة؟ نعم. يقول ابن فرقان رحمة الله عليه هذا التقسيم صحيح على قول من قال في رسم الحقيقة أنها ما استعمل في ما اصطلح عليه في تلك المخاطبة، فالحقيقة اللغوية مثل استعمال الأسد في الحيوان المفترس، هذه حقيقة لغوية. واضح الصورة؟ والحقيقة الشرعية مثل لفظ الصلاة إذا أريد به العبادة المخصوصة. الصلاة من حيث اللغة هو الدعاء، صلى يصلى، ادعى يدعو، لكن تحول من هذا إلى استعمال. لذلك هناك من قال حقيقة ومجاز، ليس هناك من الأصوليين من رفض هذا التقسيم الثلاثي، كانوا ليس لا يوجد حقيقة لغوية وعرفية، هناك حقيقة واحدة وما عداها مجازات، ما سميتموه أنتم بحقيقة عرفية هو مجاز عرفي، مجاز لغوي، مجاز إلى تعول بالعرف، وما سميتموه أنتم بالصلاة هي الأقوال، والصلاة شرعا هي أقوال أفعال مخصوصة تفتتح أو تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم بنية، هذا هو هذه الصلاة، لا تعرف الصلاة عند الفقهاء. هذه الصلاة في الشرع، هذه الصلاة أي في الشرع. نعم، مثل في الصلاة إذا أورد به العبادة المخصوصة. والحقيقة العرفية مثل إطلاق لفظ الدابة لإرادة دواب ذوات الأربع، إذن عندنا حقيقة عرفية
هذه حقيقة عرفية، لأنه يعني من حيث الاشتقاق اللغوي الحقيقي أصل الوضع اللغوي دابة يدب دافها فهي دابة مدبوبة، دابة أي ما كل ما يدب على الأرض، كل ما يمشي على الأرض، يدخل فيه البهائم، يدخل فيه الحشرات، يدخل فيه كل شيء. نعم واضح. إذن عندنا حقيقة لغوية وعندنا حقيقة شرعية وعندنا حقيقة عرفية. واضح الصورة. نعم. لذلك حتى الحديث الذي استدل به السادة الحنابلة على أن لحم الجزور ينقض الوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الجزور فليتوضأ، مما رد به الجمهور على السادة الحنابلة أصحابنا المالكية والسادة الحناف والسادة الشافعية، قالوا أن هذا الحديث منسوخ. قالوا على فرض أنه ليس منسوخا، المقصود بال فليتوضأ ليس المقصود به الوضوء العرفي العرفي، وإن المقصود به ليس المقصود به الوضوء الشرعي، بل المقصود الوضوء العرفي. لأن الوضوء عندنا وضوء من حيث اللغة، وعندنا وضوء من حيث العرف، وعندنا وضوء من حيث الشرع. الوضوء في اللغة هو التحسين، كي تقول فلان وضيء، أي جميل، فلانة وضيئة، أي حسنت الوجه، جميلة، واضح، هذا بيت وضيء، أي حسن، هذه دابة وضيئة، أي حسنة، تحسين الشيء يسمى وضاء. الوضوء هو تحسين الشيء، هذا من حيث اللغة، الاشتقاق اللغوي. من حيث العرف تحول من التحسين إلى تحسين التنظف، تحسين نوع من أنواع التحسين، وهو التنظف، هو غسل اليدين، وغسل اليدين. واضح الصورة. والوضوء الشرعي هو غسل أعضاء مخصوصة ومسح أغضاء مخصوصة بنية رفع الحدث الأصغر، هذا تعريف الوضوء، هذا في الشرع. إيه؟ الجمهور قالوا فليتوضأ اللي فليغسل يديه ويغسل فمه، لأن لحم الجزور فيه الدسومة فهو يشغل في الصلاة. حتى الشيخ علي صاحب الرسالة ذكر حتى اللبن، إذا شرب اللبن فليغسل فمه ويديه، لماذا؟ لما فيه من الدسومة، لأنه يشغله دسومة الحديث الإدام، يعني واضح الصورة. إذن الجمهور قالوا نحمله على الحقيقة العرفية وليست الحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفية وليست الحقيقة الحقيقة الشرعية. نعم. والحقيقة العرفية من إطلاق لفظ الدابة لإرادة ذوات الأربع دون كل ما يدب على الأرض، لأن كل ما يدب على الأرض هي حقيقة لغوية. واضح الصورة، هذه مهمة المسألة. وربما سقط ذكر الحقيقة اللغوية في بعض النسخ، والصواب ما تقدم. وصواب ما تقدم، واضح الصورة. شو معنى الإمام الجويني هذا التقسيم هذا أثناء الكلام لم يرتضي، ولكن مع ذلك قرره تقسيم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية. الحقيقة اللغوية ثم كل حقيقة يقابلها مجازها، الحقيقة اللغوية يقابلها مجاز لغوي، والحقيقة العرفية يقابلها مجاز عرفي، والحقيقة الشرعية ما يقابلها مجاز شرعي، مجاز شرعي، مجاز شرعي. واضح الصورة. سيأتي يعني لماذا سميناها حقيقة، لأنه في الحقيقة اللغوية سميناها حقيقة لأنه في الوضع الأول وضعت ذات المعنى، وضعت ذات المعنى باللغة من حيث اللغة، والثاني بقيد العرف، المعنى الأول في العرف كان بذات المعنى، بذاك المعنى، والمعنى الأول الصلاة اللي نعرفها بذاك المعنى. واضح الصلاة. قد نسمي التأمر صلاة، لكن نقول هذا مجاز شرعي، التأمل تعظيم نسميها صلاة، لكن هي صلاة مجاز شرعي وليس حقيقة شرعية، حقيقة شرعية هي المعروفة. واضح الصلاة. نعم. الآن يقسم المجاز، يقول الإمام الجويني رحمة الله عليه: والمجاز إما أن يكون بزيادة
أو نقصان أو نقل أو استعارة. ما دام تغير عن الاستعمال الأول سيتغير. بماذا يكون التغير؟ التغير إما بالزيادة على المعنى الأول، إما أن ننقص من المعنى الأول، وإما أن ننقله من استعمال إلى استعمال مثل النقل، وإما أن نستعير أي نأخذ صفة من الصفات في المعنى الأول كالأسد واستعارة. واضح الصورة. فالمزاج بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان كقوله تعالى واسأل القرية، سيأتي هذا في الشرح. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. احنا عرفنا الغائط الذي عرفناه في المجاز هو مجاز، لأن الغائط هو المكان المنخفض من حيث الحقيقة. واضح الصورة. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، صوت الكهف. قال ابن الفركاح الغرض من هذا التقسيم الإشارة إلى أنواع المجاز على سبيل التقريب والإيضاح، وقد مثل كل واحد مما ذكر من الأقسام. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، من سورة الشورى الآية 11، ليس كمثله شيء. والمعنى أن هذا الكلام لو حمل على ظاهره لزم نفي مثل الباري تعالى على ذلك، ليس كمثله كمثل الله، ليس كمثل الله، ليس كمثل مثلي. هذا المقصود، يعني أنا زيادة أنا، يعني كيمس كمثله ليس كالله شيء، أنا زيادة فقط، أنا استعمال في الإفة، يعني هذا مجاز. لو أخذنا بظاهره ليس كمثله أي لزم نفي مثل الباري، ليس كمثل مثل الباري، مثل المثل. واضح الصورة. وفي ذلك إثبات مثل له، ليس كمثله كتشبيه، ليس كمثل المثل، إذن إثبات للمثل. إيه المثل في مثل المثل، يعني أثبت المثل. هل لله مثل؟ وإنما هنا مجاز، مجاز نعم، هذا محال على الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ هنا وفي ذلك قالوا حمل على ظاهره لازم نفي مثل الباري تعالى عن ذلك، تعالى عن ذلك يستحيل، في ذلك إثبات مثل له، وذلك ضد المقصود من الآية، ضد المقصود من الآية، وباطل بالبرهان العقلي. فالباري سبحانه وتعالى لو كان له مثل كان شريكا في الإلهية، تعالى الله عن ذلك. فهذا الكلام نقول عما يدل، أما نقول عما يدل عليه ظاهره إلى إرادة نفي المثل، وأراد نفي المثل إنه أضيف الكاف هذه تدل على التشبيه. واضح الصورة. فالكاف مزيدة للتوكيد، لأن العرب يضيفون الكاف للتوكيد. إذا نقول هنا مجاز أو حقيقة، هو مجاز لكن بالزيادة، مجاز بزيادة حرف. واضح الصورة. ما يشتبه هذه للتأكيد، تأكيد النفي المثل. واضح الصورة هذه. نعم تعال. فهذا الكلام نقول عما يدل على ظاهره إلى إرادة نفي المثل، فالكاف مزيدة للتوكيد، هذا النوع الأول. أما المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، من سورة سيدنا يوسف عليه السلام الآية 82، واسأل القرية. القرية ما هي القرية؟ كل ما تقرب به المدينة، القرية هي المدينة الصغيرة التي يسكنها وتتقرب بهم سكان يتقرب بهم. هل القرية تسأل؟ يجي واحد بمرداز ويجي العاصمة يسأل العاصمة، العاصمة تسأل؟ جنون. أم أهلها الذين يسألون؟
أهلها. إذا تقصد محذوف أنا. القرية يسأل أهلها. أهل القرية. إذا هذا مجاز بالنقصان أو المجاز بالزيادة. زيت الكاف وهذا المجاز بين نقصان. بين نقصان نعم. واسأل القرية التي كنا فيها، لأن الظاهر سؤال القرية، والقرية لا تسأل لأنها غير عاقلة. لأنها غير عاقلة، فقد نقص من هذا الكلام شيء يتم به وهو أهل، فتقدير الكلام تقدير محذوف يعني. واسأل أهل القرية، فأسقط أهل لأن قالة الحال دالة عليه، القرية بين أهلها، واضح أنه الذي سيسأل هم أهلها. وهذا النوع يسمى إضمارا، وشرط الإضمار أن يكون في المظهر دليل عليه، لابد يكون في الكلمة مظهر يدل عليه. فاسأل القرية، خل القرية تدل عنه، القرية ليست لها، ليس للقرية معنى بدون من تتقرى بهم، هم أهلها. السؤال لا يكون إلا لعاقل، والسؤال لا يكون إلا لعاقل، والسؤال المقصود به أهل القرية، أهل القرية. وضح الصورة. نعم. هنا شرط يعني الإضمار، يكون إضمار في الكلام ليصبح الكلام فيه مجاز بالنقصان، أن يكون في المظهر في الكلمة دليل عليه ليحسن الإضمار. فأما إذا لم يكن في الظاهر دليل عليه كان ذلك عن خارج عن حكم المواضعة والمخاطبة، يكون خارج عن وضعي المواضعة والمخاطبة. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.